لحظة، شو أغرب محاكمة للحيوانات سمعت عنها؟ أكيد اللي هحكي لك إياه اليوم رح يخليك تحك راسك من اللي صار. أول محاكمة كانت لخنزيرة الله يعزكم مع 6 من أولادها، تهمة اللي توجهت لإلهم إنهم قتلوا طفل صغير. وقفوهم قدام قاضي في محكمة عادية وكان في شهود وأدلة وكأنك في محكمة مدنية في العصر الحديث. نتيجة الحكم وقرار القاضي كان إنه الأم كانت مذنبة ولازم يتم إعدامها، وفعلا أعدموها، لكن تم الإفراج عن أولادها لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضدهم. بلاش اسمعوا هاي. سنة 1545 في قضية انرفعت قدام المحكمة ضد الخنافس، التهمة انه الخنافس بتهاجم المزروعات. الموضوع ما خلص لا في يوم ولا في ليلة، الموضوع استمر سنين في أروقة المحاكم. آخر شيء القاضي حكم ببراءة الخنافس وحكى انه اللي قاعد يصير هو عقاب من الله بسبب خطايا الناس، وطلب منهم انه يكون في صلاة عامة عشان يتطهروا من ذنوبهم.